بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مجرم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نرتب مع بعض الكورسات الجديدة اللي هتنزل على القناة عندي. إن شاء الله هنبدأ مع أو هنقدر نقول إن احنا هنبدأ 3 كورسات مع بعض في وقت واحد، يعني كل أسبوع إن شاء الله هيبقى في درس لكل كورس. هيبقى كورس افتر افكت، كورس انزاين، كورس التصوير الفوتوغرافي. وزي ما اتعودنا في الدروس اللي قبل كده بنبدأ طبعا من الاساسيات، بنبدأ من الصفر، بمعنى ان اي حد يقدر يبدأ معايا، بس طبعا يعني يفضل يكون عنده خلفية عن برنامج الفوتوشوب علشان يقدر يتابع معايا، لان زي ما قلنا قبل كده ان الفوتوشوب ده برنامج اساسي ورئيسي في كل مجالات الجرافيك. فخليكم مستعدين، نبدأوا نزلوا البرامج على الكمبيوتر عندكم علشان هنبدأ إن شاء الله قريب. تحياتي ليكم، كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.